السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: في ظل الظروف القاسية التي يعيشها العراقيون، أطفال العراق محرومون من أبسط حقوقهم للاحتفال بالعيد. وفي عنوان آخر: استمرار الحرائق في حقول الحنطة والشعير في أغلب المحافظات العراقية، والحكومة تهون من حجم الكارثة. في العنوان الثالث لدينا: بسبب الفساد الذي نخر جسد الدولة العراقية، محطة وقود في البصرة تزود سائقي الشاحنات بوقود مخلوط بالماء. وفي آخر العناوين لدينا: نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من رئيس مجلس محافظة الأنبار بسبب خطاب ألقاه احتوى أخطاء لغوية. أهلا بكم. رغم الميزانيات الانفجارية التي صرفت والتي تبخرت دون أن يلمس المواطن العراقي منها شيء يذكر، هكذا احتفل أطفال قضاء عفج كما تنطق محليا في مدينة الديوانية بمحافظة القادسية في العيد. ألعاب بدائية صنعت من جذوع النخل في بلد يطفو على بحر من النفط. قد يقول قائل إن هذا الحال نفسه قبل الاحتلال، لكن لماذا يبقى الحال على ما هو عليه في الوقت الذي يصدع المسؤول العراقي الشعب بتوفيره العيش الكريم والرفاهية؟ فلنشاهد. السلام عليكم. طبعا هاي مدينة العاب قضاء عفيك، نشوف الاطفال في قضاء عفيك، وهاي مدينة الالعاب الحديثة التي وعدنا بها المسؤولون في اكمالها. ها هم اطفال عفيك، نشوف في مدينة الالعاب الحديثة التي وفقت التصميم العالمي، وهذا هو ابو مختار وكامل، يعني حتى ننقل لكم الصورة من عفيك. حديقة مراجيح من الجذوع، هاي مدينة الالعاب اللي في قضاء عفيك. يعني احنا رجعنا الى العصور القديمه. يعني هاي هي مدينه الالعاب اللي يشوف الاطفال حاليا يلعبون بها من جذوع النخل. جميع دول العالم تنتج مدن العاب متكامله حديثه، احنا مدن العاب من جذوع النخل، وهاي هي اللي يشوفونها. خلي يطلع عليها المسؤولين، المحافظ، نائب المحافظ، مجلس المحافظة، الحكومة، هيئة الاستثمار، كل الجهات الحكومية. هاي مدينة العاب عفيك. يعني وصلنا إلى حالة إنه مدينة العابنا من جذوع النخل. هاي مدينة العاب عفج. برضو الحكومة المحلية، نشكر الحكومة المحلية على هاي المدينة العاب حلوة. العراق ماكو بس عفج بعدها. في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى الحال لا يختلف كثيرا عن قضاء عفج. الأطفال قضوا عيدهم في أرض أشبه ما تكون مكبا للنفايات. فلنشاهد. ننتقل معكم مشاهدينا الكرام للحديث عن موضوع آخر. يستمر مسلسل حرائق حقول الحنطة والبساتين والمزارع وتجريفها في عموم المحافظات منذ نحو شهر، حيث الدفاع المدني قال في بيان له إن الحصيلة وصلت إلى احتراق
35,620 دونما من الأراضي منذ 8 أيار الماضي وحتى الآن. المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من جانبها قالت إن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لوقف الحرائق، مؤكدة أن استمرار الحرائق يهدد الأمن الغذائي للعراق ومصادر عيش المزارعين. الأراضي الزراعية في قرية الديمي بالقرب من قرية خرمر التابعة لناحية العياضية شمال شرقي قضاء تلعفر في محافظة نينوى تعرضت لحرائق مفتعلة، ما أدى إلى احتراق سيارة الإطفاء وإصابة 2 من الدفاع المدني بحروق متفاوتة بسبب حجم الحريق. فنشاهد. بكبودي بكبودي يا نجمة عوم النار بكبودي يا ولد عوم النار بكبودي ترى الموم يا علي عدمر وصير قوي الميليشيات المسيطرة على منطقة البغرير في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين حرقت المنطقة وبساتينها رغم خلوها من السكان الذين تم تهجيرهم منذ نحو 5 سنوات. فنشاهد. هذه النار الذي أحرقت في يثرب وحرقت البيوت والبساتين في أرض يثرب. انظروا إلى من نناشد، إلى من نناشد. نتابع مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام مجموعة من الصور عن عمليات إحراق البساتين في المناطق الزراعية طبعا في بعض محافظات أو مناطق العراق. نتابع الآن هذه الصور طبعا بالتزامن مع عمليات إحراق البساتين تجري هذه العمليات طبعا على المزروعات في مناطق حزام بغداد أو في محافظات عراقية أخرى. قوة تابعة للفرقة السابعة في الجيش الحكومي جرفت بساتين نخيل بمساحة 3 دونمات زراعية تحتوي على 250 نخلة في قرية الدولية الشرقية في الدولاب التابعة لناحية البغدادي غربية محافظة الأنبار. طبعا هذا الكلام كان في أول أيام عيد الفطر المبارك بحجة تعرض نقطة تابعة لطوارئ الفوج الثالث إلى عملية إطلاق نار. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. طبعا كما تابعتم الآن عمليات إحراق وعمليات تجريف لهذه البساتين، لكن مع استمرار هذه الحرائق وهذه الممارسات يخرج رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للمرة الثانية على التوالي ليؤكد أن أسباب غالبية حرائق حقول القمح تعود إلى التماس الكهربائي وإلى ارتفاع درجات الحرارة، مشددا على أن الأعمال الجنائية في هذه المدن هي محدودة وينبغي عدم تهويلها. فنشاهد. إلى حد الآن هناك كلام عن الحريق، نعم أحيانا أكو حريق يحصل لأسباب جنائية هذا صحيح أو إرهابية هذا صحيح، لكن هذه ليست هي الأساس. هناك حرق يحصل بسبب تماس كهربائي، هناك حرق يحصل يعني الزرع ناشف، وكل مو كل حريق يصير هو بالحنطة والشعير، أحيانا يصير في أعشاب القاع الروت بالمطر وطلع بيها زرع ويبس الزرع وتماس كهربائي، سيجارة، منازعة، انتقام، لكن أيضا أكو بعض الأعمال الإرهابية ومحدودة الحياة.
حجم لا يبالغ. دائما المزارعين بعد فترة الحصاد يحرقون الأعشاب اليابسة، وهي تنفع التربة، يعني دخل عامل النيتروجين في التربة ودخل عوامل لتجديد التربة وتنفس التربة، هم أصلا يحرقون. بعض الناس يشوفون أكو حريق يعتبرون هذا حريق للمحصول، هذا ليس حريق المحصول. فإحصاءاتنا في الحريق دقيقة، هي أقل من العام الماضي، مسيطر عليه رغم أن المساحات ضعف العام الماضي، ضعف وأكثر، ضعف وفاصلة. فلا نبالغ في الأشياء، خلينا نخلي الأشياء في مكانها الصحيح. هذا تبرير رئيس وزراء. دعونا نتابع تبرير زعيم ميليشيا. زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي هو الآخر نفى الحديث المتداول بصفوف المزارعين والمواطنين عن مسؤولية الحشد الشعبي عن تلك الحرائق، وحمل الجزء الأكبر منها لما سماه بالخلافات العشائرية فضلا عن التماس الكهربائي، حيث اشترك مع عادل عبد المهدي بهاتين الجزئيتين. قسم من الحرائق كان فعلا حوادث تماس كهربائي، وهذه تصير بكل مكان طبعا، لكن هذه الحوادث التماس الكهربائي لم تكن هي الحوادث الأكبر من هذه الحرائق، ولكن كان قسم من هذه الحرائق هو شنو؟ أخطاء وتماس كهربائي وأشياء من القبيل، وهذا يصير. القسم الآخر من هذه الحوادث كان فعلا مثل ما قالت وزارة الزراعة، أنه هاي قضية زراعية، أنه بعد ما يتم المحصود تحرق هذه الأرض لغرض السماد وغيرها، وهذا أيضا كان موجود، ولكنه كذلك هو ليس النسبة الأكبر. كان هناك نسبة من هذه الحرائق متعمدة، ولكن لا إيران حرقتها ولا الحشد الشعبي حرقها. وللأسف أنه حتى أهالي المنطقة هم لا يتكلمون في هذه الموارد بشكل واضح وصريح ويذكرون الأسباب الحقيقية، وتبقى القضية قابلة للتأويل وقابلة للأخذ والعطاء وإلى آخره. الجزء الأكبر من الحرائق التي حصلت في تلك المحافظات سبب أحداث ما بعد داعش، سبب أحداث داعش، بمعنى جزء من هذه الحرائق سببها أن هناك أشخاص، عوائل، عشائر متضررة من داعش، وتم عودة بعض العوائل التي أبنائها ينتمون إلى داعش وعادوا لزراعة أراضيهم، فقام هؤلاء المتضررين بعمليات انتقام من هؤلاء العوائل الذين بعنوان أنه أبنائهم الذين شاركوا في ظلمهم أثناء فترة داعش. سيناريو متكامل من زعيم ميليشيا، سيناريو متكامل، الهدف من ورائه إثارة فتنة وإثارة بلبلة ما بين المواطنين والمزارعين، وحتى إيصال رسالة لأتباعه أنهم أصحاب هذه المحافظات وأهالي هذه المزارع يتناحرون فيما بينهم، وربط الموضوع بقضية داعش. ننتقل إلى موضوع آخر. كشف مواطنون من سائقي المركبات في محافظة البصرة جنوب العراق عن توقف مركباتهم مباشرة بعد تزويدها بالوقود من محطة وسط المدينة. هذا الموضوع دفعهم إلى تفريغ ذلك الوقود من خزانات المركبات، وكشفت هيئة توزيع المنتجات النفطية في الجنوب عن اتخاذها إجراءات بحق المحطة وفتح تحقيق بأسباب تلوث الوقود، وهل كان ذلك بعمد أو بدون عمد. قال عدد من سائقي الشاحنات إنهم بعد أن أكملوا ملء خزانات مركباتهم تفاجؤوا بتوقف المركبات عن الحركة تماما، مرجحين خلط الوقود بالماء أو بسبب آخر أدى لتلوث البنزين بحسب قولهم، وأشاروا إلى أن عناصر من قوات الشرطة وموظفين من الجهات الرقابية وصلوا إلى المحطة للاستماع إلى شكواهم، وأعربوا عن عزمهم مقاضاة المحطة أو الجهة المسؤولة عن ذلك الوقود الرديء. فنشاهد. أي محطة حي الرسالة طويل ماي للسيارات، ماي باع ولا ماي؟ هاي السيارات كلها طافية، هاي العالم كلها واقفة، باعولها كلها مفولة واقفة، كلها ماي جاي تخدع العالم. قل له اللترة ب450، يقول لك لا اللترة ب500، ويتعارك وياك. هاي شوفوها شنو ذنب هاي العالم، سياراتها كلها طافية وما حد موجود بالمحطة، كلها شاردة. كلها شاردة ولا واحد موجود، لا مسؤول لا رقيب لا حسيب.
ريال ما حطت فول ماي للعالم هذا باله ماي على بطنه شوفه. مدير المحطة التي شكى من رداءة وقود البنزين فيها عدد من سائقي المركبات أكد حل مشكلة وقود المحطة وتقديم تعويض مالي إلى أصحاب المركبات، فيما أرجع المشكلة إلى وجود مياه كثيرة في مستودع الوقود، ولفت إلى أن المحطة ستتوقف مؤقتاً عن تزويد الوقود. لنتابع مقطعاً آخر عن حال أصحاب السيارات بعد تزودهم بالوقود من المحطة. هاي بنزين خانه مال حي الرساله، سيارات كلها انطفت، فول وبنزين وطلع كله ماي. خلي شوف الحكومه، خلي شوف وزاره النفط، بنزين خانه مال حي الرساله فولت العالم بنزين وكلها انطفت، سياراتها كلها معبايات كلها ماي. وين وزاره النفط؟ خلي شوف هاي بنزين خانه مال حي الرساله والحسين يهربون، كلها فولت طلعت كلها ماي، والسيارات الوادي كلها انطفت. شوفوا سيارات العالم كلها مطفيه. تفضلوا يلا، وين وزاره النفط؟ هاي كلها مطفيه، سياره العالم باعوا لها، شرفكم صايره بنزين خانه، بنزين خانه مال بنزين يفولون ماي باسم العراق، صايرة هاي ما صايرة بكل بلدان العالم. باعوا ها شوفوا، ها تفضل، تعالوا باعوا البطل، البطل البطل مال ذاك الولد، البطل ذاك الولد، شوف كلها مطفية. شوف تفضل باع كلها مطفية، سيارة الوادم شوف تفضل معبين ماي. يلا باوع شوفوا تفضل باع ماي، شرفكم باعوا. ننتقل إلى موضوع آخر. أثار البيان الذي ألقاه رئيس مجلس محافظة الأنبار أحمد حميد شرقي موجة من السخرية الكبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كمية الأخطاء اللغوية والنحوية التي وردت في هذا البيان. رواد مواقع التواصل تساءلوا، هل من المعقول أن يكون المستوى العلمي لمن يمثل محافظة بحجم الأنبار بهذا السوء؟ فنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إلا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، صدق الله العظيم. ونحن في أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والذي تتعالى فيه نفحات الخشوع والإيمان والصدق مع الله، إلا أن ذلك لم يكن حاضرا فيما شاهدنا من أحد نواب محافظة صلاح الدين العزيزة المدعو أحمد عبد الله أبو مازن وهو يتكلم بأمور البلاد والمحافظة، وقد أخص بالقول أنه غير راضي عن أداء رئيس مجلس النواب وكذلك النية الواضحة للعمل على تغيير حكومة الأنبار. وبهذا الصدد استذكرنا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة. رئيس مجلس محافظة الأنبار برر الأخطاء التي حصلت عند قراءة البيان الذي أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه لا يملك فصاحة الخطابة لكنه يملك تاريخا مشرفا في قتال الإرهاب. يتساءل كذلك الناشطون عن علاقة هذا بذلك، فنشاهد. إخوان، أنا ما عندي فصاحة خطاب، ولكن عندي شغلة أني أنا مقاتل، قاتلت الإرهاب منذ بدايته في 2004، ويشهد به عدوي قبل صديقي، وليتعدى على محافظتي وأبناء محافظتي أكسر إيده.
أهلا بكم من جديد. في خبر غريب حدث في العراق، قام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإصدار تعليمات إلى الوزارات التي قامت بصرف مبلغ من المال للموظفين كعيدية بمناسبة عيد الفطر المبارك باسترجاع هذه الأموال أو اقتطاعها من رواتب الموظفين. دعونا نشاهد الكتاب أو البيان الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء. هذا هو البيان كما تلاحظون أمام حضراتكم مشاهدين الكرام من مكتب الوزير، وتوضيح بشأن إلغاء العيدية الممنوحة في بعض المؤسسات الحكومية. طيب، كما تلاحظون إذن هذه التفاصيل بإمكانكم أن تقرؤوها، وهو أكيد منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبإمكانكم أيضا أن تقوموا بقراءته بتمعن في إعادة هذه الحلقة أو على اليوتيوب أو على الفيسبوك أيضا عندما يعاد بث هذه الحلقة مرة أخرى. عموما جاءت تعليقات على هذا الموضوع من المعلقين على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، ودعونا نقرأ جزءا بسيطا من هذه التعليقات. في أول تعليق لدينا سارة تقول: يا بس لا يقول رجعوا العدس واني كله طبخته. بالنسبة لقضية النصف كيلوغرام من العدس التي أعطيت أو وزعت على العراقيين، أحزان تقول: المفروض أو يقول المفروض أكو تواصل بين الوزير ورئيس الوزراء بهيج قرارات لكي لا يضع كل طرف أو كلا الطرفين نفسه في حرج، بس الظاهر كل من يشتغل بكيفه ومرجعيته حزبه. وفي تعليق آخر لدينا أياد يقول: كيف تحقق التوازن بين المواطنين وأنتم من يسن قوانين تمنح شخصا ثلاثة رواتب بالشهر وتحرم ملايين الشباب من سلف الزواج وقرض السكن؟ ضمن التعليقات أيضا علي الصافي يقول: أول ما خمطوا شهر من رواتب المتقاعدين وهسه خمطوا العيدية، سرقوا يعني. وضمن التعليقات دلوا فنجان يقول أو تقول: شو من وزعوا بعيد المرأة 25 مليون على النائبات ما رجعوهن. هذا بالحديث طبعا والإشارة إلى توزيع محمد الحلبوسي رئيس البرلمان 25 مليون دينار عراقي كهدية للنائبات. عباس يقول: رجع مالات الزوية البقتن عود، في إشارة إلى السرقة التي يتهم بها رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي بسرقة مصرف الزوية عن طريق حمايته الذين قاموا بعملية السرقة هذه. وحتى هذه اللحظة هذا الملف مغلق، لم يعاد فتحه مرة أخرى. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. الهاشتاج أو الوسم هو أين المغيبين؟ سؤال يطرح كثيرا في العراق عن المفقودين والذين اختطفوا أو اعتقلوا بدون ذنب وبلا سابق إنذار وبلا أمر رسمي. يقول عثمان: رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أكثر من يدعي عن أين أو أكثر من يدري عفوا عن أين المغيبين، وهو يعلم أن الميليشيات، ميليشيات العصائب والنجباء وحزب الله والخراساني وسيد الشهداء والسرايا وعاشوراء وأسماء أخرى إضافة لميليشيا الشرطة الاتحادية ميليشيا بدر سابقا اختطفت آلاف المواطنين شمال وغرب العراق ولا يعرف عنهم شيء حتى الآن. في تغريدة أخرى دكتور جاسم الشمر يقول: كان الله في عون عوائلهم، سمعنا قصصا يندى لها الجبين، باعوا كل ما يملكون من أجل الحصول على البراءة، وبعد أن يدفعوا كل ما يملكون لا يطلق سراح المعتقل. أين نحن ومن يدير الأمور في بلادنا؟ في تغريدة أخرى حسين دلي يقول: اللهم إن في العراق آلاف المخفيين قسرا لا يعلم حالهم إلا أنت، في سجون سرية وبلدات هجر أهلها مثل جرف الصخر، عدا عن عشرات الآلاف من المعتقلين في أسوأ الظروف تموج بهم سجون الناصرية والتاجي والموصل وبغداد، كل هؤلاء يجبرك ضيمهم على السؤال: أين المغيبين؟ وفي آخر التغريدات لدينا مشاهدين الكرام أياد الدليمي يقول: أين المغيبين؟ تسمع قصصا مأساوية، حكايات لا تخطر على بال أحد، حوادث يندى لها جبين كل صاحب ضمير، عن مفقودين لا يعرف مصيرهم،
اختطفوا وبعضهم اعتقلته جهات رسمية، بعضهم مضى عليه أكثر من 10 أو 10 أعوام، غابوا فغاب طعم الحياة عن أهلهم، أما آن الأوان ليعودوا؟ يطرح هذا السؤال ملف المعتقلين والمغيبين قسرا أو بطريقة رسمية من قبل الحكومة عن طريق ميليشيات اختطفوا أو اعتقلوا. حتى هذه اللحظة هذا الملف مغلق، هذا الملف مغيب بحد ذاته، ليست هناك أي جهة أو أي طرف في العراق رسمي أو غير رسمي، رسمي دعونا نتحدث لأن الجهات غير رسمية تنادي دائما به، ولكن رسمي فتح هذا الملف أو تطرق له، وإن تطرق فليس بيده حيلة أمام جموع الأحزاب والميليشيات التي تسيطر على كافة مفاصل هذه الدولة. في الختام أنا أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.